وللحديث عن تشكيل الحكومة المرتقبة، حكومة عادل عبد المهدي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور خفاجي، مرحبا بكم. لنبدأ من ما قالته مجلة فورين أفيرز الأمريكية، تقول بأنه لا يمكن إصلاح نظام فاشل بأكمله، ولكن دكتور من خلال 15 عاما على هذه الحكومات المتعاقبة، لماذا لا يمكن إصلاح هذا النظام؟ حياكم الله وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. بالتأكيد لا يمكن إصلاح النظام. لماذا؟ لأن أساسا هذا النظام بني على أسس مذهبية طائفية محاصصية، وكان بالنتيجة الفساد خيم على الجميع والجميع مشترك بالفساد، وبالتالي أضف ذلك الارتباطات الإقليمية للقوى السياسية، هذه ما زالت تتحكم بالعملية السياسية، أي ما زالت المحاصصة سيد الموقف. وكما عرفنا أن الكردي رئيس جمهورية والشيعي رئيس وزراء والسني رئيس البرلمان، وضع ذلك أن الفساد لا يمكن لعادل المهدي أو سواه أن يغير الحالة، لأنه أساسا هو جزء من هذا الفساد بشكل أو بآخر، وبالتالي فعلا لا بالإمكان تعديل الحالة نهائيا. وأتوقع إذا مرت، وإذا طبعا تحت أكثر من خط الوزارة، فإنها تصدم بالتأكيد بخلافات كبيرة، وبالتالي نعم أنا أضم صوتي للذين يرون أن هذه الوزارة لن تستمر بالعملية السياسية برمتها. في رأيي أن انتهت، وقلت في مقالة سابقة أن لعبة الدومينو القائمة في بغداد ربطت بالمصطلح العام، وبالتالي لا أمل لها نهائيا. ولكن دكتور خفاجي، السيد عادل عبد المهدي يعني تحدث عن أن حكومته ستكون حكومة تكنوقراط، وإذا يعني العملية بنيت منذ عام 2003 وما بعدها على المحاصصة الطائفية، تعتقد أن عبد المهدي لديه القدرة والجرأة على الخروج من عباءة المحاصصة في هذه المرحلة تحديدا؟ أنا أشك كثيرا في ذلك الموضوع. قلت لك قبل قليل أن بدءا هو جاء به لهذا المنصب لأنه بين قوسين شيعي، وبالتالي المحاصصة هي قائمة كما هي حال رئيس البرلمان ورئيس الحكومة. واحد. اثنين، أن عادل المهدي ليس غريب عن العملية السياسية برمتها، وهو جزء من الأهلية التي قامت فيها منذ 2003 لحد الآن ومجريد في الأمر. الشيء الآخر، الحراك أو الترتيبة السياسية كان يد طويلة لقوى إقليمية كإيران وأمريكا في الموضوع، سيما إيران، وبالتالي لا يمكن أن تكون الحراك القادم للوزارة بعيد عن الرؤية الإيرانية. إذن نحن ندور أيضا في نفس الحلقة، وبالتالي أي قولة وأي تصور إلى أن عادل سوف يقدم شيء للبلد خارج السياق العام الذي جرت عليه العادة من 15 سنة لحد الآن هو واهم، لأن لم يبني على قضايا منطقية. نحن بالاستراتيجية نقول مدخلات تفض إلى مخرجات، المدخلات سيئة كما وصفناها قبل قليل. طيب. المخرجات بالتأكيد تكون تشويه. دكتور خفاجي، يعني أنتم أستاذ في العلوم السياسية، والسياسة هي فن الممكن. إذا ما تحدثنا في هذا المصطلح، وإذا ما خرجت حكومة عادل عبد المهدي للعلن، هل تتوقع أن تغير شيء في الوقائع الخدمية الأمنية الاقتصادية، وعلى في ذلك القائمة تطول؟ فن الممكن مصطلح معروف دوليا عندما يكون أطراف العملية أو الحوار أو أطراف الشأن مستقلين بالإرادة، بمعنى أن تركيا على سبيل المثال طرف في الإقليم، ممكن تختلف مع تلك الدولة أو تتوافق مع تلك الدولة، تضغط بشكل بآخر، تمرر بشكل بآخر، تتراخى وتشد حتى تمرر. نعم، ولكن عندما تكون الحالة العراقية تختلف تماما. لماذا؟ كما قلت قبل قليل، لأن الصهيونية في العراق صهيونية خارجية، وبالتالي حكومة عبادي التي مضت وحكومة هادي عادل الآسية هي مرتبطة ارتباطا كبيرا في القوى الإقليمية، وبالتالي عملية تمرير الممكن من الأمور في العملية السياسية لا تصلح بالشأن العراقي نهائيا. لماذا؟ لأن الإرادة خارجية أقوى من الإرادة الداخلية. واحد. اثنين، لدينا قوى سياسية تمتلك ميليشيات فعالة في الشارع العراقي، ولها سلطة وسلطان أكثر من الدولة، وبالتالي لا يمكن أن يقدم شيء. الشيء المهم والأكثر أن عادل عبد المهدي أساسا لم يكن قد استقر على مبدأ سياسي محدد، فقد تنقل من
الشيوعية إلى البعثية إلى القومية إلى الإسلامية إلى كذا، زد على ذلك أنه اتهامات كثيرة دارت حوله. وبالتالي أنا لا أصح الوصف أن فن ممكن في العراق ممكن، بل فن الإطاعة فن التنفيذ هذه مشكلة كبرى. أي نحن نسقط بقواعد ضبطية دولية على الشارع العراقي، والعراق لعبة سياسية خاطئة بالأساس، وبالتالي لا دلالة دولية علمية تنطبق على الشارع العراقي. طيب دكتور خفاجي، هناك أطراف يعني قالت بأننا سنمنح حكومة عادل عبد المهدي سنة، وصفتها بأنها ستكون سنة اختبار. هل هذا مطروح في يعني في وزارات العالم بأنه تمنح سنة اختبار وبالتالي يتم الحكم عليها؟ هل تراه يعني أمرا منطقيا؟ أكيد لا منطقي بالمرة. لماذا؟ لأن الحكومة التي منحت هذه الثقة أي كان شكلها هي جاءت بإرادة جمع للبرلمان، وبالتالي لا يمكن أن تذهب خجلة واحدة معينة من البرلمان تعطي مدة زمنية إلى رأي تم اعتماده بشكل كان 4 سنوات. واحد اثنين، ما هي المعايير التي ستعتمدها تلك المجموعة لكي تشخص الصح والخطأ في السلوك؟ هي أيضا تمتلك إرادة ورؤية خاصة بها، قد تختلف انطلاقياتها الخاصة، وبالتالي لا تقرأ الأمور بالبعد العراقي الشامل. الشيء الآخر، ماذا كيف يكون وهو جزء من العملية السياسية ومن الوزارة ويراقب وهو الذي يحدد الصح والخطأ؟ إذن مغالطات كبرى في هذا الموضوع. هذا الذي يحصل عندنا في العراق، لأنه يدرك الجميع أنهم على خلل وأن العملية السياسية ستفشل، وهو كأنما يستبق الحالة وكأنه قد أخذ موقفا إيجابيا بصوراته لاتجاه المعارضة. المعارضة العراقية لن تكون معارضة عراقية نهائيا، لأن في العراق كعكة وزعت كما قالتها حنان ستلاوي إحدى قيادات العملية السياسية الحالية. تعتقد دكتور خفاجي أن السيد عادل عبد المهدي منح كافة الصلاحيات في اختيار حكومة تقنقراط، هل يستطيع كذلك عادل عبد المهدي أن يقنع أطراف دولية وحتى دول إقليمية بأن حكومته لن تتعرض ولن ترضخ لضغوط دولية؟ هل يستطيع ذلك؟ هل يمتلك الجرأة؟ أولا شخصا لا يمكن أن يمتلك هذا الجرأة. واحد اثنين، طبيعة التأثير الخارجي في تكوين عادل وسواه في العملية السياسية لا تسمح له بذلك. الشيء الثالث، لدينا نموذج سابق، عبادي حاز على رضا ودعم دولي منقطع النظير، لم يحصل على أي وزير عراقي لا في زمن إنجليز ولا حاليا. ما الذي حصل؟ لأن العملية السياسية ستكون خاطئة، والمحاصصة سيد الموقف، والميليشيات فعالة، والفساد مستشري، والإرادة الخارجية فعالة، لن يقوى عبادي على تقديم شيء. كذلك الحال إلى عادل، وعادل في تصور الشخصي هو أضعف شأنا من عبادي. لماذا؟ لأن لقد تقدير لديه قضية عالقة هي قضية المصرف، وبالتالي قد تثار بشكل بآخر إعادة مرة ثانية، وهكذا الأمور تدور في اللعبة العراقية التي تذهب العراق من سيء إلى أسوأ. طيب دكتور، يعني لو تحدثنا عن مصادر مطلعة كشفت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض أن يكون فالح الفياض وزير للداخلية، وأيضا رفض أن يكون المالكي نائبا لرئيس الجمهورية، كيف يمكن رسم ملامح البيت الشيعي بعد هذه التصريحات؟ البيت الشيعي دخل أفيون خلاف كبير، وقد يفضي إلى اختتال البيني، ونحن نحذر من هذا من سنين. لأن للأسف الشديد إذا ما حدثت مقتال بيني بين هذه المجاميع وهي تملك أسلحة تتجاوز قدرات الدولة، ستكون خسارة العراق كبيرة، لأنه هذه المجموعة أبناء شعبي بالتأكيد كحال أي منطقة أخرى. واحد اثنين، الخلاف الكبير في داخل البيت الشيعي نتيجة للخلاف الأمريكي الإيراني، بمعنى أن إيران لديها قوة فعالة بالعراق تأتمر بأمرتها وتدين بولائها ودينها ومذهبها وولاة الفخير، وهناك جماعات شيعية في العراق تبتعد كبيرا عن هذا الاتجاه. أمريكا تحاول أن تجذبها إليهم، هذا التجاذب سيزداد. لماذا؟ لأن هناك مصالح تتقاطع فيما بينهم، وبالتالي يصار احتمال إلى الصراع على الاقتتال البيني. هنا المشكلة الكبرى. إذن في رأينا أن الاقتتال البيني القادم لا قدر الله في العراق
وبين الشيعة الشيعة، وهذه مسألة كبرى وأذى كبير لا قدر الله. نسأل الله أن يكون لطفة واسع على العراقيين ويخمد هذه الفتنة، ولكن أطراف إيران وأمريكا عاملين والشغالين بهذه الآلية ويدعمون كتل سياسية تمتلك قوة مسلحة لجهتين الصراع الشيعي الشيعي. من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكم.